بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المباراه، في هذه المواجهه الكبيره جدا بين الشقيقين العراقي والاردني في ثالث مباريات دور الستاش من هذه البطوله، في بطوله كاس اسيا قطر 2023. ماذا يمكنني ان اقول عن هذه المباراه؟ لماذا يمكنني ان اتحدث؟ قمه العرب بين الاردن والعراق، الاردن الذي امن بحلمه الذي بدا يكبر امامه هذه المره بالوصول الى الادوار المتقدمه، والعراق الذي ان سئل عن الاحلام فهو خير من يسال، العراق الذي يبحر اليوم من اجل سعاده مجد مفقود غيبته السنوات وقضى عليه الغياب. العراق امام الاردن، مباراة الكبيرين هنا ومباراة الشقيقين هنا في واحدة من المواجهات المثيرة والمنتظرة بين المنتخبين، المنتخب العراقي على يسار الشاشة بينما المنتخب الأردني على اليمين منها هنا في هذه المباراة التي تبدأ بهذه البداية السريعة، هذه البداية القوية منذ اللحظات الأولى، وبالتالي هناك ركلة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. لم نتحدث عن التشكيلة بعد، لم نتحدث عن الأسماء التي اختيرت طبعا للبدء أساسيا أو أساسية هنا من جانب المنتخبين، لكنني سأتحدث بعد هذه الكرة القادمة من جانب المنتخب العراقي. قضية ملعب المباراة إلى جانب مدرجات الساد خليفة الدولي هنا بالعاصمة القطرية دوحة، في حالة هنا من الاشتعال الجماهيري، التفاعل الكبير والأهازيج والأغاني والألغام التي تعبر عن مدى الحب الكبير وعن مدى الرغبة الكبيرة. اليوم علي رضا فغاني حكم هذه المباراة، الحكم الاسترالي الايراني طبعا الذي يدير هذه المباراه، لكنه يدير هذه المباراه طبعا تحت الاتحاد الاسترالي لكره القدم، وبالتالي هو الذي يدير هذه المباراه. ركله ركنيه لصالح المنتخب العراقي، الكره للامام ولكن الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى.